صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. حلقتنا النهاردة مع شخصية قريبة جدا جدا لقلبي، الشخصية اللي أنا بحترمها واللي أنا معجب بيها جدا جدا، لأنها لا تخاف إلا الحق. همها وشغلها الشاغل هو الحق، هو بطبعه جريء في الحق. معانا الأستاذ نبيل وحش، المحامي بالنقض والدستورية العليا. اهلا بيك يا احمد بيه. لا انا اللي فخور بوجودي معاك والله. لا اشرف لي. بعدين احنا ما بنعملش غير الواجب الوطني في الدفاع عن الثوابت الاخلاقيه والدينيه والوطنيه. ده اكيد. انا بحب حضرتك لان حضرتك اساسا ما بتخجلش. الحمد لله. بس هنقول لربنا ايه؟ كل مستضعفين ليه نرد عليه نقول له ايه؟ صح كلامك صح كلامك صح. معلومه بس كده الاول عايز اعرفها من حضرتك، لقب المستشار هل يطلق على المحامي ام القاضي؟ انا في وجهه نظر متواضعه، وكل لسه كويس اللي انت قلت لي الكلام ده، لانه ايه، ما كنت عامل بوست انه اي محامي زميل يقول على نفسه مستشار ده عنده نقص. ودي كانت بالمناسبه على فكره كنا قاعدين مجموعه كده مع وزراء حاليين وزراء سابقين ومستشارين حاليين وسابقين واعضاء مجلس الشعب والوقات، وهم قعدوا يتعالوا عليا في القعده، فانا فاجئتهم وقلت لهم انا على فكره افضل واحد فيكم. فبصوا لبعض كده قالوا افضل واحد فينا ازاي؟ قلت له حضرتك وزير حاله هتبقى وزير سابق، صح، وانت مستشار حاله هتبقى مستشار سابق، الكرسي مش دايم، واللي هو وعدوا مجلس الشعب وكده. عمركم شفتوا محامي سابق؟ بهتوا. قلت لهم كلمه محامي او استاذ محامي افضل من اي لقب، لانه مفيش محامي سابق. يعني انا بعتز بكلمه استاذ ومحامي افضل من كلمه مستشار. صحيح هو المحامي هو اللي بيستشار في دي النقطه انا عايز اتكلم فيها، يعني في الحاجات القانونيه. لكن لو هي فعلا عايزين يدوها للمحامي كان نصوا عليها في قانون المحاماه. لكن قانون المحاماه قال استاذ، ما قالش مستشار. طب هو لقب القاضي لقب مستشار ولا هو قاضي؟ لا هو قاضي، بس هم اسبغوا عليهم صفه المستشار. هل يعني قانونيا صفه المستشار دي قانونية؟ هو بعد ما بيوصل للاستئناف او الاستئناف العالي بياخد مستشار. ده قانوني؟ قانوني. يعني المحامي معروف ان انا بستشيره وبعمل له توكيل وبستشيره. أيوة. فعشان كده انا بسأل. الدفاع مش الاستشارة. للدفاع. موضوع مش الاستشارة. للدفاع عن حقوقه وعن الحريات وعن المظلوم. على فكره نقطه شاغله بال ناس كتير قوي، يعني نقطه شاغله بال ناس. لا 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 لا، انا عامل بوست لسه قريب من كملش شهر. ما انا بسالك عشان كده. قلت للاخوه الافاضل الزملاء ان الاستاذ محامي احسن، استاذ محامي افضل بكتير من كلمه مستشار، لانه همك شغلك الشاغل الدفاع. حته الاستشاره دي بتبقى حاجه جانبيه. موضوع الاستشاره ده بيبقى موضوع جانبي، حاجه جانبيه. الله يفتح عليك. حضرتك ليك تاريخ طبعا كبير وتاريخ وباع طويل في المحاكم. اصعب قضيه قابلت حضرتك ايه؟ وما فيش قضايا صعبه وقضايا سهله. يعني القضايا اللي انت القضيه عباره عن مثلث هرمي. تمام. استاذ محامي فاهم وقارئ. تمام. وعنده استعداد للاداء وموهبه اثقلها بكثره القراءات. وقاضي برضو على مستوى عالي من الفهم والدراية، وورق، دول المثلث الهرمي لأي قضية. فهم الثلاث أضلاع دول لازم يتوافروا عشان النتيجة تكون كويسة، أو تكون أو المتهم يبقى في بر الأمان. يعني مفيش قضية مثلا حضرتك بعد ما أخدت الحكم فيها لصالحك حسيت إن أنت مبسوط من جواك قوي بسبب القضيه دي؟ انا بتبسط حتى من يعني اكبر قضيه زي اصغر قضيه، طالما انا حققت هدف ورفعت ظلم عن واحد مظلوم. بس اكيد في حاجه مهمه ليك، يعني حاجه انت بتعتز بيها. القضايا الوطنيه كلها بعتز بيها. القضايا الوطنيه على مر عملي في رساله المحاماه لمده 40 عام انا بعتز بالقضايا الوطنيه كلها. سواء الداخليه او الخارجيه، لان انا حتى عملت قضايا خارجيه ضد رؤساء دول وضد حكومات فانا بعتز بالقضايا الوطنيه كلها. احنا بنعتز بيك اصلا يا فندم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. راي حضرتك ايه في تجاوزات الفنانين ودور النقابه ودور الممثلين؟ ده هو هم من كثره القضايا اللي رفعتها عليهم او من كثره التصدي ليهم او لبعضهم اتهموني ان انا بعبع الفنانين.
وانا فرصه قدام عليك دلوقتي. انا بقول انا بعبع الدخلاء على الفن، بعبع انصاف الموهوبين، بعبع الناس اللي بتسيء للفن. لكن الفن والمحاماه توأم، وانا عاشق للفن المصري الاصيل، لان كلاهما يحتاج الى حريه التعبير والابداع. يعني انا من وجهه نظر المحامي اللي ما بيبدعش في مجاله ما يستاهلش انه يستمر في رساله المحاماه. بالظبط. فالمحاماه والفن توأم، وانا اغلب الفنانين اصدقائي سواء الحاليين او اللي رحلوا. يعني انا عشقي احمد زكي الله يرحمه، انه فنان من قيمة وقامة. قيمة وقامة. وانا عامل جمعيه اسمها جمعيه احباء احمد زكي، ممكن محدش يعرف والله، وضمهم فيها مجموعه كبيره من الفنانين المحترمين. مين معاك فيها فن في الجمعيه؟ ناس كثيره عندنا. احمد بدير، وعندنا احمد ماهر، وعندنا انشئت على اساس ايه الجمعيه دي يا فندم؟ حب للفن. حب للفن. والفن النظيف الطاهر. وليها نشاطات معينه؟ ما لها، يعني احنا اي حد يعمل حاجه هادفه بنحييه وبنسانده لانه الفن مراه لحضاره الدوله. مش فن الهابط. فن الهابط ده بي 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 بيهدم اسر، وبيهدم كيان الاسره، وبيقوض اركان المجتمع. يعني 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 فريد شوقي في جعلوني مجرما غير قوانين، غير قوانين. السنه الاولى فاتن حمامه كلمه شرف، كلمه شرف غير القوانين برضو. وفاتن حمامه في اريد حلا غيرت قوانين، غيرت قوانين. في 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 فيلم كلمه شرف للفنان الكبير الله يرحمه فريد شوقي، فريد شوقي. ايه القانون اللي اتغير؟ انا عارفه يعني، بس انا عايزين نشرحه بس للساده المشاهدين. والله انا مش متذكره قوي، بس هو كان اعتقد ان هو من حق السجين ان هو يخرج يزور في المناسبات، المناسبات العائليه زي الفرح والوفاه وال. هل فعلا الفيلم ده طبعا من ساعتها وهم وزاره الداخليه ماشي على هذا النحو. وليه فيلم تاني برضو اعتقد برضو اتغير في القوانين كتير، افلام كتيره غيرت في قوانين. وفيلم فاتن حمامه كان ايه يا فندم؟ كان اريد حلا، اريد حلا، اللي هي موضوع الاجراءات العقيمه للطلاق وبتاع. فغيرت قوانين طبعا. ده غير برضو في القانون، غير مجرى قوانين الاحوال الشخصيه. اذا الفن الهادف، الفن طبعا مرآة للمجتمع وحضارتهم. وانا كان ليا حلقه مع احد الفنانين السوريين اسمه عباس النوري، وكانت على قناه العربيه، وكان اخطا هو وقال انه اصغر واحد في فرقه الدبك احسن من اي ممثل مصري. انا الوحيد اللي تصدت له، وحتى الفنانين ما غروش ولا تصدوا، وانا الوحيد اللي تصدت له. وكانت حلقه على الهوا، وقلت له حضرتك شغال ايه؟ قال انا شغال استاذ تاريخ. ناخد المكالمه الهاتفيه دي. اتفضل. الو. صباح الوقت. صباح الخير، صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا بحضرتك يا فندم. تحياتي لفريق الإعداد، وتحياتي لسيادة المستشار رجل الحق. ربنا يعزك. ربنا يحفظك. رجل الحق فعلا، الأسد 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 لمحاماة مصر والله. الوحش. ربنا يبارك لك ويزكيك ويرضى عنك. ربنا يبارك فيك يا سيادة المستشار، بصراحة أنت رجل حق، رجل حقاني. ربنا يخليك. وتسلم مصر لإجابتك بصراحة بمهد الله، أنا ما بتكلمش غير الحق بس. حضرتك من هنا يا فندم؟ من اسنا محافظه الاقصر. اهلا بيك يا فندم. اهلا باولاد عمنا وحبايبنا. ربنا يبارك فيك. انتم مشايخ عرب. يا مستشار عندي سؤال. انا كنت واخد عقد يتجدد تلقائي لمده، يجدد نفسه تلقائي لمده 3 سنين. فدروك جاء اللي مأجر بصراحه رفع قضيه علي وعايز يطلعني. فما عرفش اعمل ايه بالضبط يا سياده المستشار. كان من امتى تاريخ التاريخ التعاقد من امتى؟ ده متعاقد من بتاع سنة 2000 كده، من 6 و تمام، ولا لكن يجدد نفسه تلقائيا. وهو بس للأسف من بعد القانون 96 اعتبروا التجديد التلقائي دي لمدة شهر واحد، بس أنت طالما ما اخترقش قبل ال3 سنين يبقى هو جدد نفسه. ما هو ما اخترنيش. لا، ما اخترقش قبل ال3 سنين يبقى هو جدد نفسه. بس الله يبارك فيك يا سيادة المستشار. تحت عمرهم عليك. شكرا ليك يا أستاذ رجب، شكرا ليك. فرصه الناس تستفاد من حضرتك وحضرتك معانا. انا تحت امرك، وانا جاي هنا عشان الناس برضه، لانه حب الناس ده افضل انواع الرزق. طبعا محبه الناس دي حاجه 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 من عند الله، ده من كرم ربنا عليا. وحضرتك الحمد لله والشكر لله مع الشيخ الشعراوي ما شاء الله في ختام اللقاء، قال لي يا ابني افضل انواع الرزق حب الناس. صح.
ده افضل انواع الرزق فعلا. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه في ساحل جناته يا رب. لذلك اي حد بيقرب من الشيخ الشعراوي انا ده كلنا انا هتحبس فيه ارخص. كلنا لا بقى الشرانة كلنا لانه الشيخ الشعراوي خط احمر، هو ملك 2 مليار مسلم وليس ملك صح نفسه او ملك صح اولاده صح او رحمه أفعل. الله عليه رحمه الله عليه رحمة. كلنا بنتعلم منه لغايه دلوقتي. طبعا طبعا يعني احنا للاسف في مصر ما بنعرفش قيمه الشخص غير بعد رحيله غير بعد رحيله. نقول يا ريت هو من المجددين فعلا. اشهد الله على ذلك وانا لسه على وضوء. انه فعلا من المجددين اللي بيبعتهم ربنا كل 100 سنه. صح من الشخصيات فعلا ربنا بيبعتها كل 100 سنه. شرح لك ايه اتخذ الفنان الكبير هاني شاكر الاجراءات ضد المهرجانات، ما يسمى بالمهرجانات، وهل ده فعلا ذوق؟ لا طبعا انا على فكره من زمان وانا كنت نفسي في نقيب دكر زي ما بيقولوا بالبلدي، وانا بحيي الفنان القدير هاني شاكر على موقفه، لانه يعني ايه مهرجانات؟ صح. يعني ايه كلام هابط؟ يعني ايه ده فيهم ناس ما بتعرفش الفك الخط ومش عارف يعني لسه واحد فيهم معرفش اسمه محمد ما علينا الاسماء بيقول له محمد رمضان انت ما تعرفش ان اسرائيل ضد الكيان الصهيوني، مش عايزين نذكر اسماء. ما انا بكمل لك يعني انا ما ذكرتش اسماء ده في سياق الكلام. يعني شوف العباره عايز اقولها لك. بيقول له ما تعرفش ان اسرائيل هي ضد الكيان الصهيوني. يعني مش عارف يفرق بين ده وبين ده فازاي اسمعه انا وازاي ده ياثر فيا وازاي ربي لي اجيال نقدمها تحافظ على البلد ويبقى لها انتماء وولاء. كل اغاني المهرجانات دي عامله زي المناديل الكرمي، تستعملها مره واحده وترميها. حتى لو الشباب بتاعنا افتكرها ورددها، لكن مع مر الزمن هتتنسى. طبعا هتتنسى. طبعا والمشكله ان في بعض الشباب يعني انحدر الذوق للاستماع لهذه. انا لغايه دلوقتي بسمع اغاني عفاف راضي. لغايه دلوقتي بسمع اغنيه نجاه ايظن، ودي بتاثر فيا. من اكثر الناس اللي حاربت المهرجان دي الفنان حلمي بكر، يعني كنت مستضيف طبعا ده استاذ قدير. قال لي بعد اذنك ما تذكرليش اسامي حد منهم لاني ما ينفعش نذكر اساميهم على لساننا. طبعا يعني طبعا انا يعني ان هو اتكلم في النقطه اتكلم ما قال لي نزول حضر، ده دليل ان في لازم الدوله تواجه، لازم النقابه تواجه، لازم يبقى في مواجهه. ايوه لازم يبقى في غربله وتصفيه. صح صح غربله وتصفيه زي ما حضرتك بتقول. لا ده عايز يتعمل لهم سوفت وير. وعلى فكره حتى الكلام بتاعه ما ينفعش ان يتردد، يعني في بعض الكلمات ما ينفعش اصلا. لا طبعا ولا تتقال، تخش جوه البيت المصري وان حد يسمعها او طفل يسمعها او حتى انها تتقال في فرح. ومع ذلك ومع احترامي مش بس المهرجانات، حتى الاغاني اللي في الافلام بتكرس لسنه سيئه. ان شاء الله عليهم وزرها وزر من اتبعها الى يوم القيامه. يعني ايه العنف؟ يعني ايه مخدرات؟ يعني ايه جنس؟ يعني ايه هلس؟ يعني ما في مشاكل كتيره. وفي افلام هادفه طبعا أفلام بس هدفة. الفتره الاخيره للاسف الغالبيه كما طالما تولى الدراما جزارين ما بيفرقوش بين اللحم البلدي والكندوزي وبيعاود ربنا ولا البشري وبيعاود ربنا، ما ينفعش. نطلع فاصل. الدوله كانت بتشارك في صنع الفن الهادف لما كانت هي بتشارك في الانتاج، وانا نفسي الدوله ترجع تاني للانتاج، ما تسيبش الساحه كده يعني كان في انتاج الدوله. طبعا طبعا الدوله كانت بتشارك في انتاج مسلسلات وكانت بتشارك في انتاج اغاني، وكانت يعني زي فيلم الممر ده كده حاجه ما شاء الله الواحد يفتخر بيها يعني في السينما العربيه المصريه. طبعا فيلم الممر ده نموذج. انما نسيب الموضوع سداح مداح لناس جزارين وكهربائيه وسباكين الانفتاح بقى ما ينفعش. طيب نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا لكم تاني مع الاستاذ المحامي الكبير بالنقد والدستوريه العليا الاستاذ نبيل الوحش. بصراحه الحديث معاك لذيذ. ولا ربنا يخليك ربنا يكرمك. ربنا يخليك. حضرتك كنت رفعت دعوه او رفعت دعوه ضد الفنانين لمنع علاجهم على نفقه الدوله. احنا رفعنا قضايا كثيره، احنا ماسكين خرطوم وطف بنطف فيهم. طب ما ليهم حق يا فندم ان هم يقولوا حضرتك بوع بالفنانين. لا ما احنا بقول لك احنا الدخلاء على الفن او الفن الهابط. يعني عمري ما تصديت يعني في فيلم لاحمد زكي ضد الحكومه. في مسلسلات لاحمد زكي السادات وعبد الناصر، لانه بيحكي تاريخه بيحكي واقعه.
وحاجات بتعمق الوطنيه والانتماء والولاء للشباب. انما مظاهرات مراهقه دي لما يترفع فيلم وتحكي فيه قصه البنات المصريات وتقول ان البنات المصريات كلهم بقوا مدامات وسيدات وتسيء البناتنا الفضليات العفيفات الطاهرات، لا يتقطع لسانك. لا دي نقطه هنتكلم فيها بس خلينا اقف في النقطه الاولى رفع دعوة. ليه؟ لانه الفنانين والفنانات مش محتاجين بياخدوا من الملايين. فانا ان شاء الله يعني ما تعالجوا الناس الفقراء اللي هم مش لاقيين علاج في المستشفيات الحكوميه. يعني ليه الفنانين يتعالجوا على نفقه الدوله وساعات بيسافروا الخارج زي موضوع سعاد حسني اللي كلفنا الملايين؟ ليه؟ يعني اللي اتعالجت بيه سعاد حسني في لندن يبني 3 مستشفيات. طب ليه؟ طب وبعض ده بيخل حتى بمواد الدستور في المساواه وتكافؤ الفرص. بعض الفنانين توفوا هم فقراء. لا ده مسؤوليتهم. انا اي يعني حد يعني بيبقى مثلا فنان دخله يعني هو لو يعني لو فنان فقير اجره مش هيبقى زي اجر يا سيدي. انا ما قلتش لا. لو فنان فقير ما يعتبر مواطن مصري. بالظبط. انا بتكلم على اللي عندهم المقدره. ما هو انت هنا بتجمع كله على بعضه. وبعدين اغلب الفنانين مع احترامي لهم حتى اللي بيموتوا فقراء بيكونوا صرفوا فلوسهم على الملذات وعلى السهرات. وفي فنانين بيبقى اجرهم ضعيف مش اجر قوي. يعني أنا مثلا معاه. دور أنا ثانوي مثلا انا معاهم بس دول أساوي. يعملوا ايه بس اساوي بقى دول يعملوا ايه يعني حتى لو عالجت الفنانين الفقراء على حساب الدوله يبقى عالج الناس الغلابه الفقراء برضه على حساب الدوله. وهو فعلا في ناس غلابه بتتعالج على حساب الدوله كتير. ده فين لما بيدوخ السبع دخات عشان بيطلع القرار واحد في المليون؟ لا علاج على نفقة الدولة؟ طبعا. يمكن تحسن في عهد الرئيس السيسي. بس ده انا عايز اقول لحضرتك بيطلع بسهولة جدا دلوقتي. لا دلوقتي في عهد الرئيس السيسي بيطلع بسهولة دلوقتي فعلا. بقول لك في الوقت كنا بنتصدى فيه ليهم. دلوقتي بيتحسن. ده مش نفاق ولا مواربة. لا ده حقيقة. انا بتكلم حقيقة. حسن بيخلص في اسبوعين بكتير او شهر. وغير اللي غير موضوع التأمين الشامل اللي ماشي فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه حاجة كويسة جدا. انا برضه بس انا بتكلم على فكرة المفاجأة اللي هخصك بيها. من ضمن الناس اللي بعت طلب لمعالي دولة الباشا الرئيس السيسي قلت له نص الفلوس اللي جمعناها من قانون التصالح في مخالفات البناء تخصص للصحة والتعليم. لانه العمود الفقري لاي دولة الصحة والتعليم. صح. وانا بحس الوطن وحنكته السياسيه انا متاكد انه مستجيب. هرد حضرتك في التربيه والتعليم وال وال والعلم الطبي بالذات. بس ناخد المكالمه دي الاول. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بالنسبه لقانون الاسره انا بقالي تعرفنا بحضرتك الاول يا فندم. ناصر من الاليوبيه. اهلا بيك يا استاذ ناصر. اتفضل يا استاذ ناصر. بقالي 9 سنين في مشكله مش لاقي لها حل. اتفضل. وعملت محاضر انا مطلق وعندي 3 اطفال بقالي 9 سنين ما شفتهمش. والسبب الرئيسي السحر. طليقتي هي واهلها بيدوا فلوس لساحر وتوصل من 2017. لا احنا مش عايزين نعلق شمعتنا على موضوع السحر. وصحيح موجود ومذكور في القرآن. بس احنا عايزين نقول والناشد المؤسسات القانونية والناشد مجلس الشعب مجلس النواب القادم ان هو ما برضه ينظروا في موضوع قانون الاحوال الشخصيه سواء بالنسبه للرؤيه او الاستضافه او حتى الموضوع النفقات. واحنا كنا مقدمين مشروع قانون في من وجهه نظر متواضعه حاسس انه في تعادل. الست اللي تمنع زوجها من رؤيه اولاده تتحرم من النفقه، والراجل اللي ما ينفقش على اولاده يتحرم من الرؤيه عشان يبقى في توازن وتعادل. لكن احنا بالقانون الحالي بنناشد المؤسسات القانونيه وبنناشد حتى الرئيس السيسي نفسه يتدخل لانه في عوار في قانون الاحوال الشخصيه. في عوار سواء كان في الرؤيه او في حتى بعد التعديلات اللي تمت. لا التعديلات اللي تمت دي برضو مش حلوه لانه بالذات قانون الخلع والرؤيه. قانون الخلع بينصف المراه ام الرجل؟ لا قانون الخلع بينصف المراه. ينصف المراه. لانه بتخلع بدون اسباب وانه هو مخالف للشريعه الاسلاميه. واحنا عايزين برضو يبقى في توازن لانه الاسره المصريه هي نواه المجتمع المصري وهي اساس العمود الفقري للدوله. هل قانون الخلع ده بقى عاهه في الرجل المصري؟ هو انا يعني انا مش ضده لانه هو في الاساس اسلامي بس يتعمل على الطريقه الاسلاميه. يطبق بالطريقه الاسلاميه. تديله كل اللي خدته منه او تفتديه زي ما قال الشرع.
لكن ما تعرضلوش ربع جنيه او جنيه لمقدم الصداقه. بعد شقى عمره ده كله بعد بتاع تعرض له ربع جنيه او جنيه ما ينفعش، ما فيهاش عدل. عايزك تفهم من الساده المشاهدين يعني ايه تعرض له ربع جنيه. اي ما هو القانون قال ان هي زي ما قال الفيلم لو قالت ما بيعرفش او انها ما تقيمش حدود الله، ما تقدرش تقيم حدود الله وتعرض له مقدم الصداق. اتكلم عن مقدم الصداق واي وثيقه زواج سواء حاليه او قديمه ما فيهاش غير جنيه او ربع جنيه اللي هو مقدم الصداق. مقدم الصداق. طيب وفين بقى الشقايه؟ فين ده بالرغم من انها بتخلع بتاخد المنقولات بتاخد القايمه بتاعتها المنقولات. طبعا بتاخد القايمه بتاعتها. طبعا رغم ان هي طالبه يعني الحاله الوحيده اللي حصلت ايام الرسول عليه الصلاه والسلام بين قيس بن ثابت وجميله، اما الرسول هو اعظم قاضي رد بص لجميله وقال لها خدت منه ايه؟ قالت له خدت منه حديقه او حديقتين في بعض الروايات، قال لهم رديها الي، رديهم الي، رديهم الي. وراح باصص لقيس وقال له طلقها. عشان هي اللي كانت طالبه الطلاق. ما انتزعش حتى ولاية الرجل. عشان هي اللي طالبه الطلاق. عشان هي اللي طالبه الطلاق. عشان هي اللي طالبه الطلاق. هي المفروض تفتدي نفسها. انما ما تجيش تقول لي ده احنا عندنا قضايا خلع ما انزل الله بها من سلطان. كتير. يعني واحده لما أصبح تيجي كتير. وكانت بعتها لي واحد من جهه امنيه محترم بيتخانقوا على عدم جواز قطتهم في فندق 5 نجوم. دي كارثه. بيتخانقوا عليها يا فندم؟ القطه مش راضي جوزها مش موافق انه يجوز قطتها في فندق 5 نجوم وهي رافعه دعوه خلع عشان كده. طب ده عشان خاطر ان القط وقطه يتجوزوا في فندق 5 نجوم؟ وهو ما معهوش مصاريف يصرف عليهم في 5 نجوم. قلبت عليهم المكتب. دول الاثنين اتحبسوا. قلت لهم في 10 مليون عانس وعاطل. طبعا. بجد دي واقعه حقيقيه؟ ايوه ونوع اعملها دراما انا قريب لان انا من الناس اللي كتبت دراما وافضل ناس كتبوا دراما عشان ننظف الدراما المصريه. المحامين دي مفاجاه جديده ليا الفكره الموضوع طبعا عادل مولد اعظم محامي كان اعظم افلام البوليسيه والاجتماعيه هو اللي كتبها. محمد عبد الحليم عبد الله العبقري افضل مسلسلات وافلام هو اللي عملها. صفاء عامر اعظم واحد عمل الحاجات الدراميه. العبد لله اللي قاعد قدامك عملت سهره تلفزيونيه اسمها زواج على ورق سلوفان سنه كام؟ انا على فكره أنا مش فاكر السنه. واول واحد كان يناقش القانون للزواج العرفي وكانت بطوله حنان ترك واحمد السقا. وعملت مسرحيه كسرت الدنيا اسمها مسرحيه مساء الخير يا مصر. كانت بتتكلم عن نشاه العصابات الصهيونيه والكيان الصهيوني. فافضل لانه المحاماه بيقابل كتير بيشوف قصص كتير بتصب في مكتبك جميع انواع الحياه السياسيه والاقتصاديه والفنيه والاجتماعيه. فانا بناشد الاساتذه المحامين المحترمين يكتبوا دراما. بس يا رب نلاقي حد ينتج لنا. بس تكون هادفه معاك. لا ما هي طبعا اكيد هتفهم. يعني انا من يعني واحده جايه تقول لك انا رافعه قضيه خلع عشان جوزي ما بيعمليش مساج ده ينفع؟ واحده تانية لسه رافعه قضيه خلع قريب من اسبوعين تقول لك اصل جوزي بيتحرش بيا وانا بنت ناس امال متجوزه ليه؟ عشان يخليك تمثال في البيت. يعني يعني ايه بيتحرش؟ معرفش يعني. انا التاني مش فاهمها. دي قواضي فعلا في المحكمه. ايوه واحدة رافعة خلع عشان عربية بي ام ما غيرهاش السنة دي، واحدة بيشخر، واحدة كريم، واحدة بخيل، ده كل احنا عندنا كل سنتين قضية خلع. لازم يعيد لازم يتعاد النظر في قانون الخلع ده وقانون الرؤية. وانا بناشد المشرع برضه يعمل موضوع الاستضافة. يعني ايه اب ما يشوفش الاستضافة فين حاليا دلوقتي؟ الاستضافة المفروض ما فيش استضافة في القانون المصري. حاليا مفيش استضافه. المفروض تبقى في استضافه. الاب لازم ياخد اولاده على الاقل خميس وجمعه حتى. طب والرؤيه؟ الرؤيه موجوده بس ما بتنفذش. فين بقى؟ بتبقى في النوادي وفي يعني مراكز مثلا الشباب المحكمه بتحكم مثلا بنادي كذا مثلا. بيتفقوا على مكان معين بيه. الطرفين بيتفقوا. او اقرب مكان للزوجه اللي هي الحضن. طب لو حصل مثلا ان الزوجه مش حصل لها ظروف ما عرفتش تاخد الاولاد وتروح في الرؤيه، هل من حق الزوج ان هو يرفع عليها قضيه؟ لا هي مره او اتنين او ثلاثه من حقه يرفع اسقاط حضانه عليه او تعويض. مره يعني كم مره بالظبط يا فندم؟ يعني هو هي عمليه تقديريه. تقديريه. القاضي اللي بيترفع قدامه دعوى اسقاط الحضانه او دعوى التعويض. لو اكثر من 3 مرات. بالظبط كده متتاليه. وبعدين يعني ايه الجد والجده المفروض يكون لهم حق الرؤيه وحق الاستضافه وحق المفروض الام اتجوزت. ما هو احنا عايزين العدل. لو الام اتجوزت الحضانه بتروح تلقائيا لوالده
ايوه من ناحيه النساء لام الام ايوه بس يعني الجده الاب ما تشوفوش احفادها ليه؟ لا من حقها طبعا عمهم ما يشوفهمش ليه؟ خالهم ما يشوفهمش ليه؟ من حقهم. ما انا بقول لك المفروض يكون في عداله مش مساله قوانين. يعني قوانين الرؤيه واللي بتاع ده انت هتخرج ايه؟ لما تعرف الاطفال من أب... وبعدين في سن معين المفروض الاب هو اللي يسيطر. يعني ايه اب بعد 15 سنه وشاب وداخل مرحله مراهقه ما يبقاش ليه سيطره عليه؟ او بنت ما يبقاش ليها سيطره عليه؟ صح عليه صح. ففي سن صحيح الشرع بيخليها من الولاده لغايه 7 سنين ايوه وهم دول فعلا وانا معاهم لانه محتاجين لخدمه النساء بعد كده لازم الاب يتدخل عشان يطلع انسان لغايه سن كام يا فندم؟ هو القانون بيخليها لغايه 15 سنه لغايه 15 سنه انما الشرع من الولاده لغايه 7 وده برضو انا بايده لانه محتاج لخدمه النساء في الطفل. اكتر حاجه بتعجبني في شخصيتك انك دايما بتخلط وده المفروض وده الاساس لان احنا دوله اسلاميه انك بتخلط الشريعه مع الاحكام لازم مع القانون. لازم في الاحوال الشخصيه بالذات لازم تبقى منبعها الشريعه منبعها السنه المطهره منبعها الشرائع السماويه حتى مش ضروري الشرع الاسلامي بس. وهي بتتخير بعد سن 15 ولا بتتخير البنت اذا كانت تروح للام او تروح للاب بالظبط تفضل مستمره مع الام برضو أو لا. احنا مش عايزين نطلع اطفال مشوهين ولا مشردين ولا مرضى نفسيين ولا في تاثير نفسي ليهم بيأثر التاثير النفسي عليهم طبعا فعلا. طبعا عايزين اطفال اسوياء يحبوا بلدهم يكون في انتماء يكون في ولاء يبقى في عدل. صح بالنسبه لحضرتك اي بلد بتقوم على التعليم والطب ده حاجه لا غبار عليها. عمود الفقر يعني الصحه والتعليم. الصحه والتعليم هو رقم واحد الصحه بس. رقم واحد التعليم رقم اتنين الصحه. طبعا حضرتك بتقول ان نشيت او عملت مذكره للسيد الرئيس السيسي وقلت له طالما في اموال متوفره دلوقتي من حصيله جمع المخالفات قانون التصالح في مخالفات البناء من فضلك خصص نصها للصحه والتعليم لانه طبعا وهل في فائض فعلا ان هو يتخصص للصحه والتعليم؟ للصحه والتعليم مش ما 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 يعني انا مشفق عليك في اللي بتعمله لانه فعلا انت بتعمل حاجات جميله زي العاصمه الاداريه وزي الطرق وزي الكباري وبتاع لكن بناء الانسان اهم من بناء الطرق واهم من الحجر بالظبط. عايزين نبني انسان مصر ترجع لعهدها السابق في مفكريها وفي ادبائها وفي احنا كنا بنصدر علماء صح لجميع دول العالم صح يعني وما زلنا لينا ناس بره لما بتوفر لهم امكانيات بيبقوا نابغين في مجالاتهم. ناخد المداخله دي ونكمل كلام مع بعض. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك ممكن بس استشير سياده المستشار في حاجه. عرفينا حضرتك يا فندم الاول. انا وفاء من اسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي يا فندم اتفضلي. دلوقتي انا طلعت معاش واخدت حكم توصيه من لجنه فض المنازعات برصيد اجازاتي وخدت من الاداره اللي عندي الاداره العامه يعني بتاعتي امر دفع حولوه امر الدفع ده المفروض ان انا اوديه الوحده الحسابيه. خدت عليها صيغه تنفيذيه يا استاذه؟ نعم خدت صيغه تنفيذيه عليها. ايوه معايا الصيغه التنفيذيه ومعايا امر الدفع. تمام امر الدفع بقى رايحه لمدير الاداره عشان يحوله للحسابات اللي عنده حسب ما هو مكتوب في الجواب. راح محولني لاداره ثانيه خالص كتب تاشيره لاداره ثانيه فاللي هي الوحده الحسابيه بقى اللي المفروض يروح لها امر الدفع ما رضتش تستلم ورجعت لهم ثاني عشان يغيروا لي الجواب او يغير هو صادر ضد مين التوصيه؟ نعم صادرة ضد مين التوصية؟ ضد وكيل الوزارة اللي أنا تابعنا. تمام يبقى وكيل الوزارة وواحدة الحسابية تبعت لهم إنذار في خلال 8 أيام ينفذوه لو ما ينفذوهمش بتعملي دعوة. عدى ست عدى شهر ونص أنا بقالي شهر ونص يا أستاذة ما أنت ما خدتيش إجراء هم الجهاز الإداري أغلبه جهاز ربنا يعافينا ويعافيهم يعني هم متهيألي بيعملوا ضد توجهات الرئيس السيسي أغلبية الجهاز الإداري والموظفين بيعملوا ضد توجهات الرئيس السيسي. ادي واحده. اتنين انت المفروض تعملي انذار للسيد وكيل وزاره والرئيس وحده الحسابات وتقولي له نفذ لي التوصيه دي خلال 8 ايام لو ما نفذهاش يا ست كمل لك انت هتعملي انذار من جديد دلوقتي. اسمعي يا مدام وفاء
اعملي انذار دلوقتي عن طريق حد من المحامين الاساتذه الافاضل عندك. انذار؟ اه، وينبه عليهم في خلال 8 ايام لو ما نفذتوشي انا هعمل جرح مباشره ضدكم طبقا لنص الماده 123 عقوبات بالحبس والعزل. احنا حبسنا وزر وحبسنا محافظين قبل كده بعدم تنفيذ الاحكام وعدم تنفيذ التوصيات اللي زي دي. يعني اروح لمحامي اقول له قولي له اعمل لي ده جنحه مباشره بالحبس والعزل ضد وكيل وزاره وضد رئيس شؤون وحده الحسابات. اشكرك يا شيخ. ولو عايزه تجيني اعملها لك تحت امرك. شكرا ليك يا مدام وفاء. ايه ده؟ ده ايه ده؟ يعني القوانين الاحكام تتاخد وما تنفذش والتوصيات تتاخد وما تنفذش. كتير. يعني كتير. بيعطلوا مسير ده خلل فينا يا فندم. في الجهاز الاداري. في الجهاز الاداري او الجهاز التنفيذي. لا ما هو الاداري هو الجهاز التنفيذي. هو الجهاز الاداري هو الجهاز التنفيذي. هو يعني المفروض زي ما الرئيس بيديكوا تعليمات تنفذوها. يعني انتوا يعني ليه بتعملوا كده؟ وايه مصلحتك انك انت توديها مكان تاني؟ صح. ما تلتزم. احنا عندنا كل سنه حوالي 150 200 الف قضيه في مجلس الدوله ضد الجهاز الاداري ولم ينفذ الحكم ضد الجهاز الاداري ضد الجهاز الاداري. وبعدين رصيد الاجازات المفروض انا ما الجاش فيه لقضايا عشان ما اسكلش كاهل القضاء بقضايا خلصانه. يعني انا بعد ما اخد حكم بيتنفذ. يعني وزاره الداخليه اللي كنا بنقول عليها فتوه دلوقتي بتنفذ رصيد الاجازات من غير قضايا. طب ليه بقى الوزارات ما تاخدش حزوها؟ تخليني انا اشغل، تخليني اكبد مصاريف وبعدين اشغل القاضي بقضايا مش مهمه. هي صحيح مهمه بالنسبه لاصحابها بس مش يعني فرغ القاضي لقضايا اكبر من كده. اكبر من كده. اكبر من كده. وبعدين تشغل قاضي ب 100 قضيه ب 1000 قضيه في الرول رصيد اجازات. ناخد مكالمه هاتفيه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير يا فندم. لا الله يخليك. صباح النور. اتفضلي يا فندم. حضرتك ممكن اسال سياده المستشار؟ اتفضلي يا فندم. الامر لله يا ابني. انا كنت بشتغل في شركه وبعدين ايه في كنت بشتغل في صيانه وظبط فنيه وقضيت 30 سنه خدمه. وبعدين فجيت ايه طلعت طبي عشان كنت تعبانه. تمام. فراح ما ادونيش مكافاه، قالوا لي لا لا ماليش مكافاه، ما اعرفش صح ولا لا. ورحت اشتكيت بالاجازات بتاعتي. من ساعه ما انا شاكيه بقالي 10 سنين الاستاذ المحامي اشتكالي وقال لي اتحكم فيها. بس هو عنده ظروف تعبان واداني رقم. يعني ايه 10 سنين؟ استنى ستوب هنا. يعني ايه 10 سنين؟ رصيد الاجازات ما ياخدش اكتر من 7-8 شهور او سنه بالكثير. يعني ايه 10 سنين؟ انا والله من ساعه ما طلعت حضرتك وانا شاكي. ايوه يعني ايه 10 سنين يا اختي؟ انت متابعتي المحامي اول باول؟ انت متابعه مع المحامي يا فندم؟ ايوه اول باول. طب ما ازاي 10 سنين يا اختي؟ وقال لي اتحكم فيها. اتحكم فيها امتى؟ نعم؟ اتحكم فيها امتى؟ هو اداني الرقم عشان هو تعبان شويه، قال لي روحي اسالي. وانا حضرتك منين يا فندم؟ حضرتك منين؟ انت منين؟ من عند اول الهرم كده من عند نصر الدين. طيب هات البيانات وبتاعتك وخد التليفون من الكنترول واحنا تحت امرك، نخلي الاساتذه اللي يروح يسالوا لك فيه. طب ربنا يكرمك يا رب. خليهم طب يديني التليفون. ربنا يخليك ويجازيك. خد التليفون من الكنترول واحنا ان شاء الله تجينا المكتب. احنا بنفتح سبت وثلاث وتحت امرك في اي وقت من الساعه 11 لغايه الساعه 2. جزاك الله خير يا فندم على اللي بتعمله ده. يعني ايه 10 سنين؟ ده كارثه. حاجه جميله من حضرتك بصراحه. لا 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 لا. كمل يا فندم بقى كنا بنقول ايه؟ في موضوع رصيد الاجازات ده. يعني ايه 10 سنين في رصيد اجازات؟ طب دعوه مدنيه انا ما بتاخد لها 10 سنين عشان نقض واستئناف، انما رصيد اجازات كتير قوي. اكتر حاجه بتاخدها 6 شهور عندنا او سنه بالكتير. وتخلص. طبعا ويتنفذ كمان مش تخلص بس. 10 سنين المحامي بيقول لها 10 سنين. لا يا في غلط، في حاجه غلط. وفي الاخر بيقول لها خدي الرقم وروحي اسالي عشان وليه ما عنده محامين في المكتب حتى لو هو تعبان. ممكن بالتليفون يا فندم يوصل اي حد من زمايله. لا في حد عنده في المكتب. اكيد طبعا. اكيد 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 اكيد. المفروض كان خلى حد من الاساتذه المحامين. زي ما حضرتك قلت في حاجه غلط. في حاجه غلط. زي ما حضرتك قلت في حاجه غلط. لا لا لا. نرجع بقى لقانون التصالح. حضرتك شايفه ايه قانون التصالح؟ هل في مصلحة الدولة أو في مصلحة المواطن؟ لا أنا ما رأيي ما ينفعش أتكلم في قانون التصالح. ما ينفعش نتكلم فيه. لا ما ينفعش أتكلم فيه. لا لا لا. لأنه أنا حد شوية فما ينفعش أتكلم فيه لأنه المفروض بداية المفروض ما ينفعش يسرب أثر راجع. المفروض من تاريخ نفاذه.
وبعدين بس في ناس كانت تستحق يا فندم، وفي ناس ما تستحقش. لا يعني في ناس، كل الناس اللي بنوا على ارض زراعيه ابراج للتجاره والاستثمار المفروض يتعمل معاهم كده. انما انا باني عشان اوسع لنفسي وانا ما عنديش زرع زحراوي لاولادي. يعني السكن الخاص كان المفروض يتعفن من موضوع التصالح. السكن الخاص. وانا ضد البناء على ارض زراعيه. فيلم الحب في الزنزانه ده غير في 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 في, في قانون الاحوال الشخصيه، بمعنى ان هو خلى السجينه ممكن ان هي تتزوج وهي في السجن، والسجين يتزوج وهو في السجن. شوف حضرتك ايه هو لا هو كان بيعكس واقع مش غير بالظبط. هو كان بيعكس واقع، يعني هي اصلا كان موجود موجوده بس هو سهل عمليه الاجراءات بعد عرض الفيلم. يعني هو دي على فكره من زمان موجوده. ان ده دليل ان الفن مرتبط بالحياه، مرتبط بالقانون، مرتبط طبعا بكل حاجه. ناخد حركه الحياه مش ناخد المداخله نكمل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا محمد جوز من دنا يا باشا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا بيك يا باشا. اتفضل يا استاذ محمد. ليه اجازات من سنه 14 يا باشا ما حصلتش عليها لغايه دلوقتي؟ رفعت بيها دعوه؟ ويعني ايه ما خدتها حقيه من مفوض امن الدوله بالمحافظه وجينا نصرف. لا انت خدتها حقيه في فض المنازعات. وما خدتش عليها الصيغه التنفيذيه. اسمعني بس، اسمع الكلام للاخر يا استاذ محمد. انت ما خدتش عليها الصيغه التنفيذيه. وطالما ما خدتش عليها الصيغه التنفيذيه للاسف ما بينفذوش. فبترجع تعمل دعوه. يبدا من اول جديد. انت عملت دعوه. عملنا يا باشا حوالي النقض برضه. نقض ايه في رصيد اجازات؟ رصيد اجازات ما وصلش النقض. لا رصيد الاجازات من اول حكم بننفذه. مين اللي قال لك راحت النقض؟ المحامي بتاعي. انت تابع كنت قطاع خاص ولا عام؟ قطاع بنها. لا انا كنت قطاع عام بتاع الاعمال، شركه الصرف الصحي. طب شركه الصرف الصحي ما قطاع الشركه القابضه. اعمال قطاع اعمال. ما ينفع ترفعها في مجلس الدوله، ينفع ترفعها في قضاء عادي. انا يا باشا نهائي خدمتي كلها كانت تابعه. انت رفعتها قدام القضاء العادي ولا المجلس الدولي؟ وقالوا رفعناها يا باشا في المحكمه الاهليه في بنها. اداني حكم. حتى حكم ليا. لما حكم ليا الشركه استأنفت وبالي. تمام. رفعت الحكم خالص. يعني اتلغى الحكم؟ بيقولوا لغوا الحكم خالص. وبعدين الثاني لما يبقى المحامي بتاعك عمل نقض. قالوا لي خدمتك اللي كانت عند الحكم. مالناش دعوه بخدمتك. انت كسبت. نعم. اول درجه وهم كسبوا الاستئناف والمحامي عمل لك نقض. طب ما ليها حق تقعد 6 سنين لانه النقض بيطول. لكن القضايا العاديه ازاي ما عرفتوش تنفذوا عليهم؟ عارف لو الاستئناف ما اتلغاش كان بقى الحكم نهائي بالنسبه لك، كنت نفذته ما كانش محتاج للنقض. لكن مشكلتك انه اتلغى الحكم في الاستئناف. اتلغى الحكم؟ ما انت اللي بتقول. احنا خليك معانا واحده واحده. انت خدت حكم في اول درجه. وبعدين هم استأنفوا. ايوه يا باشا. مين اللي كسب الاستئناف؟ اللي كتب الاستئناف المحامي. محامي الشركه ولا محامي بتاعك؟ محامي الشركه ولا محاميك؟ نعم. محامي الشركه ولا المحامي الخاص بيك؟ لا محامي من ماذا بره. ايوه كسبه لصالح مين؟ لصالح انا. يعني عمل الاستئناف دي شال الحكم خالص مني. راجع نفسك في السؤال يا فندم واتصل تاني. شكرا لحضرتك. هو شال الحكم مني يبقى هم اللي كسبوه في الاستئناف. هم اللي كسبوه في الاستئناف. في ناس تبقى تايهه مش عارفه تعبر عن ال نرجع تاني فيلم حب في الزنزانة. كمل بحضرتك. قلت لي هو سهل الاجراءات. هو سهل الاجراءات اللي كانت موجوده من قديم الازل. ان هو لو عندها رغبه تتجوز حد تاني في السجن. فحتى زي لما يكون واحد مسجون وواحده عايزه تتخطب او يكتب كتابها وهي بره حتى مش مسجونه. فبتروح للمأمور المركز او القسم المحجوز فيه او مأمور السجن. مأمور السجن. وتكتب كتابها هناك وهو في السجن. او يكتب هو كتابه عليها وهو في السجن. يعني الاجراءات دي موجوده. بس هو
سهل الاجراءات بعديها بكتير. فيلم حب في الزنزان في فيلم برضو لغى السابقه الاولى على ما اعتقد بتاع فريد شوقي. بتاع فريد شوقي كلمه شرف. كلمه شرف ده لغى السابقه الاولى. صح ده كلمه شرف لغى السابقه الاولى. كلمه شرف كلمه شرف لا مش لغى السابقه الاولى ده جعلوني مجرما. جعلوني مجرما لغى السابقه الاولى. جعلوني مجرما ده كلمه شرف اللي هو من حقه اللي هو يطلع زيارات في المناسبات الوفاء او كان في فعلا السابقه الاولى موجوده وجعلوني مجرما. الفيلم ده تسبب في عدم الاعتداد بالسابقه الاولى. بالسابقه الاولى يعني بالسابة. مثلا لو حد عليه حكم او كده في او عمل حاجه مثلا مهينه. لا مش مساله تصفي قضايا فيها اسمها العود والتكرار فدي ما لهاش دعوه بالسابقه الاولى. فبتتشدد عليه العقوبه عادي. انما السابقه الاولى بالقاضي بخلاها سلطه تقديريه بينظر فيها انه هو ممكن يكون عملها بالصدفه ممكن ما يكونش قصد دون جرم. فيعني مش في كل الاحوال يعني مش في كل الحالات يعني ولا مش في كل الحالات يعني. مش في كل الحالات طبعا مش كل الحالات ما بتتاخدش فيها السابقه الاولى. بالظبط كده. يا فندم انا فرحان ان حضرتك معانا وربنا يخليك احمد بيه وسعدت بحضرتك كتير كريمة. واسف على اللغط اللي حصل في الاول. لا تحت امرك. لا انا بتاسف لك على الهواء ده اقل حاجه. احنا كنا عايزين حتى بس ان انا عارف نظهر للناس. انا عارف ان حضرتك كنا قدامك ملفات شائكه كتير وكنا هنتكلم فيها. فانا بعتذر لك. لا مفيش اعتذار ولا حاجه على الهواء قدام الساده المشاهدين كلهم. ربنا يخليك. ربنا ده تواضع منك. لا ده حقيقه لازم 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 يعني اقل ما فيها خالص ان انا اعتذر لحضرتك فعلا على اللغط اللي حصل. لا والله اصل يعني حاجات وطنيه وحاجات يعني شوف انا عامل لك حاجه قليله اهي. انا عارف في حاجات انا قريت ما شاء الله. سعدنا بحضراتكم كتير يا فندم ورب تكون حلقه استفدتوا منها والى اللقاء ان شاء الله الى حلقه اخرى. سلام عليكم.